تعالي يا خالتي. طيب يا حبيبتي. لقيت نفسي قاعده لوحدي، لا حد بيقول لي ازيك ولا العواف ولا حد، انا اروح اطل على الست العجوزه اللي ساكنه في حارتنا. اتفضلي. اهلا يا ليلى. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. اخ يا وحشتيني. جايبه لكم بقى اكل ترنجه، انما ايه تستاهل بقكم. قلت ما اكلهاش لوحدي، اكلها مع علي، ولك نصيب يا ليلى تاكلي معانا. مش هاكل معاكي حاجه يا فتحيه، انا زعلانه منك. فتحيه كده من غير خالتي؟ ربنا يوكسك يا موكوسه. لا يا خالتي، انا ناقصه اتوكس اكتر ما انا موكوسه يا توتو. توتا حلوه قوي، توتا دي طالعه من بقك، بتفكرني بايام عزي. لا كده كتير على فكره، احنا مش قاعدين في قهوه كل شويه تك تك تك. سلمى. ازيك يا علي؟ ازيك يا سلمى. كنت قاعده زهقانه لوحدي في البيت، قلت اجي اقعد معاكي. اتفضلي يا حبيبتي. خش يا خايبه، خش. ازيكم؟ وفي حبيبه وموكوسه ومعوجه غيري في الدنيا دي خالتي. يلا اتفضلي. شكرا. كلي لقمه. اللقمه الحلوه تكفي بلد بحالها، برجالتها ونسوانها وعيالها. يا انا بقالي زمن ما اكلتش الاكله دي. ربنا يخليكي لينا يا خالتي، فتحتي نفسي على الاكل. يا قمر انت يا قمر. يلا خدي. ما تمدي ايديك. ماليش نفسي يا ست فتحيه والله. يا بنت بطلي الكبر اللي انت فيه ده. ده انت لما دقت بيك الدنيا ما لقيتيش غيرنا يقف جنبك، وعشان كده جيتلنا. محدش هيحبك غيرنا ولا يقف جنبك غيرنا. يلا مدي ايدك وكلي، خدي امسكي. يلا كل. تعرفوا يا بنات، كل واحده فيكم بتفكرني ببنت الله يرحمها. عينيها كانت حلوه زي عينين علي، وكانت فرعه كده زي ليلى، وكانت متكبره كده زي سلمى، وكانت طيبه قوي قوي زي تميمه. عارفه يا عليا، انا بصراحه كده لما شفت ليلى طالعه لك جيت اقعد معاكم. انا بقى لما عرفت اللي حصل لك قلت اجي لك واخد بخاطرك، ما هو الجار للجار حتى ولو في اخر الدنيا. عيطي بقى يا دي النكد يا شيخه. عيطي يا حبيبتي في كل اللي. عيطي. صدقي وتامني بالله، انت لو تعرفي اللي حصل لي مش هتعيطي، وتعرفي ان انا موكوسه اكتر منك. معلش يا حبيبتي معلش. عارفين يا بنات، انا كل ما بشوف واحده فيكم بتعيط بحس بوجع في قلبي، بحس ان في حاجه نغزتني كده في جنبي. اصل انا شفتكم كلكم وانتوا صغيرين، شفتكم وانتوا بتتولدوا، وكل واحدة فيكم وكانت بتعيط على كتف أمها. عارفة يا بنت يا ليلى، أمك دي كانت حبيبتي أوي، كانت جلدة، كانت تجيب صابونة الغسيل كانت كبيرة قد كده، تقوم تحطها على الغسيل مرة واحدة بس عشان ما تدوبش، وتفضل تدعك 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 في الغسيل على إيديها لغاية ما إيديها تقشف. وكانت بقى تجيب إيه؟ الصابونة المريحة، وتحطها في وسط الهدوم عشان ريحة الهدوم تبقى حلوة. كانت تتخانق مع أبوك خناقات لو فكر إن هو يمسك الصابونة دي ويغسل بيها وشه. وكمان ياما اتخانقت مع أبوكي عشان يدخلك المدرسة. أنت يا بنت يا سلمى، أمك كانت خايلة وعايقة قوي، تلبس الإيه؟ العباية أم مروحة، وكانت تلبس الذهب كده، الذهب القشرة في إيديها، وتمشي إيه تتمخطر بيه في الحارة. الله يرحمها بدرية أمك، كانت غلبانة وطيبة. بعدين يا توحة بقى، هو انت جيت تاكلينا ولا تعيطينا؟ لا عيطكوا ده ايه؟ ما يصحش كده. انتوا عارفين يا بنات؟ عارفين ان توحة اجمد واحدة بترقص؟ لا بجد؟ اه والله. لا لا لا، ايه الكلام الفارغ ده؟ لا انا ما برقصش ولا حاجة، انا ممكن اغني لكم وانتوا تردوا ورايا. يا واد يا بتاع يا يلا يا اختي. تابع جميع حلقات مسلسل ألوان الطيف على فيو.